طويلة إذا للأمام. كأس الاتحاد الآسيوي بطولة مهمتها أقل من مهمة بطولة دوري أبطال آسيا. الدوري برفقة الوحدات اللي عنده ثلاث يبقى المحرق مع النجمة بصفر من النقاط. النجمة خسر 1-0 أمام الوحدات، والمحرق خسر 3-1 أمام الصحن. نسمع صوت دق الطبل يعطينا متعة، وخاصة لو شاهدنا هدف أول في هذه المباراة. ما فيها شيء، تصل في أقصى اليمين، تعامل مع الكرة الماضية بجانب المدافع، رمية تماس لصالح صحم، لصالح فريق صحم في أقصى اليمين، تنقطع بشيت، ممكن يكون اول اهداف المباراة. الكرة العرضية، هل هناك ضربة جزاء؟ لا، الحكم بقول وبيشير له انه الكرة راحت الى خارج ارض الملعب، ويشير على انه ابراهيم بحسون ما تعرض للعرقلة داخل المنطقة. كان قريب جميل رمضان من الحفاة مقابل لشيء، هل بامكان النجم التعديل بشكل سريع او انه النجم راح يعاني بمباراة اليوم؟ معاناة دائما للفرق. 8 اخطاء النبشيت مقابل 4 على النجم. الكرة طويلة ممدود رماه، هدف سجل مع فريق النجم بالوقت، هناك هدف واحد فقط للنبشيت، ممكن يكون في هدف ثاني. لا، الكرة بتنقطع، ممكن يكون الحل امام النجماويين. هيدي الركنية لداخل المنطقة، ممكن الرأسية، جول 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 جول. غاب قلب الهجوم، ظهر قلب الدفاع. عاصم الزين ضيعت التعادل لمصلحة النجمة مع بداية الشوط الثاني، الدقيقة السادسة تماما، 6 دقائق احتاجوا النجمة بالشوط الثاني. عم بقول ممكن الركنية يكون نبشيت، وين العرضية؟ العرضية بقائية، وين الرأسية؟ الكنترول، ولكن الحكم بيقول راية التسلل، هناك راية التسلل بكرة. أيضا مع حسن الحسين، الأساس حسن الحسين على فكرة هو لاعب العهد، حارس العهد، ثم انتقل إلى قبل مواجهة الأنصار المرتقبة نهار الجمعة المقبل الساعة 9 مساء على ملعب المدينة الرياضية. موقع كبير، الكرة ملعوبة، عباس عطبي بيلعب الكرة داخل المنطقة، وين الرأسية؟ شارف المنطقة داخل المنطقة. هيدي الكرات العرضية اللي عم نشوفها حاليا ما رح تعطيهم أي نتيجة، وحدة من الكرات الطويلة هيدي المطلوبة. طبعا هيدي وحدة من الكرات الطويلة، الكرة لداخل المنطقة لعند أكرم مغربي، وينك يا أكرم مغربي؟ ايش السوري أو الزوراء، قوة جوية أو الوحدة. طارق يلعب الكرة طويلة، رأسية مقطوعة من قاسم الزين، فارق الهدف، الكرة ملعوبة لها بها بها بها، يحول الكرة، محاولة تنقطع من قاسم الزين، قاسم الزين يسيطر على الكرة الآن، قاسم يلعب الكرة طويلة ملعوبة، الكرة محاولة وهجمة الآن أقرب لخالد التكتشي، خالد وكرة أبعدت أبعد حسن عبد الفتاح. الكرة عند اللاعب منذر أبو عمارة، منذر أبو عمارة، منذر اللي هي الكرة لحسن، وكرة إلى ركنية لصالح نادي الوحدة. كرة بالمنتصف، منذر أبو عمارة يتمرر إلى حسن، تنقطع الكرة من قاسم الزين، عبد الرزاق التكتشي، التكتشي يلعبها والفتاح يبعدها، ومنذر أبو عمارة هي كرة نفسها جميلة، ماشي سريع سريع، والكرة مقطوعة مقطوعة برا الملعب من قاسم الزين إلى رمية الكرة. محمد يلعب كرة طويلة مقطوعة رأسية من قاسم الزين، بهاء يحاول يمر، تبادل مراكز بين بهاء وبين منذر أبو عمارة، حسن يلعبها، ترتد الكرة من قاسم الزين إلى رمية التماس لصالح نادي الوحدة. هذا هو قاسم الزين، تنقطع قاسم الزين، محاولة عند أكرم مغربي، منذر يلعب الركنية، كرة تبعد بالرأس، حسن وكرة مقطوعة، تعود إلى محمد حمدي، آمال النجمة يعني انتهت، يعني أصبحت معدومة. كرة خالد البشتاوي ولا ركنية لفريق الوحدة. يسجل وساوي خطأ في مرمى، كرة مرة أخرى، يبدو أنه طبعا ستبقى قوية حتى نهايتها، بالذات إذا ما تعثر هذا اليوم طبعا الفريق.
ولكن غير سيرها المدافع وأول ركنية في الدقيقة الأولى من عمر هذه المباراة. ماذا يخبئ الفريق البحريني لمجموعات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي؟ وعمل نظام جديد حقيقة لا يلقى قبولا من كثيرين. ترتد الكرة مرة أخرى. عنده 22 نقطة. هذه كرة طويلة ملعوبة على جهة اليسار. المحرك كما قلت عندما قدمته هذا اليوم قلت عنه أنه الزعيم البحريني، الزعيم والعميد وشيخ الأندية، لأنه أكثر أندية حسن عنان، مصطفى قصاب، محمد حمود، حسين شرف الدين، هو بطل الدوري في الموسم الماضي. وهذه كرة عالية خطيرة، محاولة المحرك ولكن تغطية ممتازة، تغطية ممتازة. شريط بالفعل في وسط الملعب وشاهدناه يقوم بالدور الدفاعي كثيرا. وكرة الدقيقة الأخيرة لشوط، أعتقد أنه بالفعل في هذا الشوط نستطيع أن نقول أننا واجهنا شيئين متناقضين. دقيقة تشهد الشيء الكثير الكثير، ونشاهد طبعا المدربين كاسبرت وجمال الحاج طبرة. قاسم الزين أمامية الكرة، تسلل تسلل، نعم تسلل، معادة إلى خارج منطقة الجزاء وضعيفة ملعوبة. عبد الله ياسر، كرة ضعيفة من الرصيد المتقارب جدا، وهذه فرصة، وهذه فرصة بحرينية. يا على كرة، يا على كرة، تهيأت بطريقة ممتازة. ملعوبة على جهة اليسار، انطلاقة إسماعيل، سمعة، وما أدراك ما سمعة، عندما يتحرك سمعة وتسديدة لكن يصدها الدفاع، باعتبار بعد خسارة المحرك في مباراة الذهاب 3-2 في عمان، وعنده مباراته مع الوحدات. موعد تتويج المحرك بالبطولة باللقب، وبعد ذلك أصبحت المباراة النهائية تلعب من لقاء واحد حاسم. كرة من جديد لصالح جوي في موسمها الجديد، في موسمها الحالي وفي نسختها 14. كرة من جديد لبنانية، يحاول النجمة طبعا أن يستفيق، يحاول أن يستعيد التوازن، ويحاول رغم بعض التعديلات في آخر اللحظات من كلا المدربين. كرة وانطلاقة لصالح نادي المحرك في الناحية اليمنى، دوريس سالمو لاعب كونغولي أيضا لاعب محترف في تشكيلة نادي المحرك. هذه لمسة طويلة من قاسم الزين، محاولة في وسط الميدان الثانية بقدم اليسرى، لا ينجح في إيصال الكرة كما يلزم دوريس سالمو. دوريس حاول الانطلاق لكن أمامه تغطية مثالية، قاسم الزين أيضا شيء من التوجرين. بقي الأمور على ما هي عليه، وباقي التقدم بحريني من الدقيقة 15. سريعة كان خطير جدا، وخطأ جديد في دفاعات النجمة، في كرة بحرينية لكن عرضية اللاعب هشام نايم تتحول إلى ركنية. زين يعني حاول تصحيح، ما استلام جميل، عبد الله يقاتل بكامل الإمكانيات البدنية، دخل منذ لحظات قليلة، عبد الله عمر يحصل على الركنية. مرر الكرة عند بلانيتش، قاسم الزين الطرف الأيمن، وصلت بالرأس على الطرف الأيمن، عبد المعين إلى خارج أرضية ملعب إلى رمي. يوسف الفارسي يمرر لكن تغطية موجودة. كرة تمر من الغساني والتغطية موجودة على الغساني، قطعت وعادت مرة أخرى لمصلحة النجمة. عبد المعين المرزوقي، أرضية داخل المنطقة، محاولة بالرأس تبعد، كرة تصل عند قاسم الزين، تلعب كرة طويلة على الجهة اليمنى ومحاولة لكن أيضا من جانب مادح، ثم جلديمار ممتازة للغساني، عرضية الغساني خطيرة جدا. وبعدة الكرة إلى ركلة زاوية، عبد الرزاق بحرك الكرة قصيرة، وأيضا تسديدي بعيد المدى، إنما تسديدي
من قاسم الزين عم تروح الى خارج ارض الملعب. هذا نادر مطر. نادر مطر. نادر مطر يمتلك. كان دخل ابراهيم خير الدين بين حارس المرمى والحكم الرئيسي على كل الاحوال مع متابعه المباراه بالوقت، هناك انطلاقه لمصلحه الاخاء الاهلي علينا تشكيل حضور احمد حجازي سريع بمر احمد حجازي، انما الكره عم تنقطع الى خارج ارض الملعب، رمي التماس لمصلحه الكسي خزاع. محمد حمودي بيلعب على الكره لداخل منطقه الجزاء، هناك ايلو احمد حجازي على الصراع الراسي عبد الحسن وقاسم الزان. ان المعنويات طبعا للاعبين نجم عن اخاء تائه نوعا ما بخط الوسط، كادو ما شفناه كثير اللاعب البرازيلي، كادو هالمره ظهر هالمره الكره لعند البرتغالي ايلو. يعني اذا كل لاعب انا بقول عنه ما شفناه بيظهر اكيد اللاعبين بيتمنوا دائما نحكي عنه، خاصه طالع صاحب الرياض تسحب الطاقه سالم محمد. الكره الراسيه هزت شباكه يشكر وهبي لتعطي التقدم لمصلحة النجم، النجم عم يبحث عن أول أهدافه كان بعد ما حصل عنان ما بيقدر يحصل على الكرة، انطلاقة أحمد حجازي السريعة على الجهة اليمنى الأطول مع متابعة المباراة أحمد عطلو بيلعب كرة طويلة أمامية، دفاع النجم عم بيكون حاضر أسرع عليها بكرة طويلة أمامية لداخل المنطقة بتمر عن الجميع. إذا ما أردت الحصد نقاط ثلاثة عليك أنه تقاتل بأرض الملعب لحصد النقاط، خاصة النجمة بلا واحد لا واحد على اثنين بيلعب العرضية، العرضية داخل المنطقة التكتوك أخطأ، التكتوك كاد يخطئ وكاد ترابلس انه يستغل الفرصة يبتدح التسجيل. جدا بعيد الكرة لعند كندي أشياء بيلعب الكرة العرضية الأمامية وهيدي الرأسية معي بتمكن من تسجيل كثير أهداف، ولكن فريق ممتع هجوميا، ديفيد أوفوكو بيعمل كنترول واحد اثنين التلتواني أوفوكو ممكن يسدد التغطية الدفاعية موجودة من النجمة فادي العمري من غانا الوقت هناك الكرة الأمامية هذا انتباعات نجموية حضرة قاسم الزين يوسف بتقدم لا يلعب كرة قصيرة أيضا الكرة العرضية المنتظرة لداخل منطقة الجزاء دفاعات نجموية الخطورة أصبحوا عم يشعروا فيها النجمة معه ممكن يمر بعده عم يتقدم ممكن يلغي محمد حمودي بيلغي محمد حمودي سلام أبو بكر مال ممكن كرة عرضية من أبو بكر مال إنما تدخل الدفاعي داخل المنطقة الحكم يلا يلعب الكرة العرضية بيلعبها للأمام أليو جاكيتي بالطريقة السريعة إنما التغطية الدفاعية موجودة من دفاع النجمة يخي ما بين جمال طه وجمال الحاج دائما يعني اللاعبين عرفوا ونجوميته للطرف الثاني هيدي كرة أمامية من خضر حلاق تنقطع الكرة بتعود تكون أخطر من كرات ثابت المرمى واحدة من الكرات كانت لحسين بيطار الكرة حاليا طارق العلي بحاول يتقدم داخل هالمنطقة قاسم الزين موجود إنما الكرة إلى خارج أرض الملعب ركلة مرمى لأحمد تكتوك وقاسم الزين أيضا عرضية لاعبي أطفال منصور هذه واحدة من الكرات لداخل منطقة الجزاء قاسم الزين موجود رضا عنتر عم بحجز ولكن أيضا طارق العلي دياغو أرماندو مارادونا الكرة العرضية حاليا داخل المنطقة خطير أطفال منصور التضامن لأنه عساف خليفة على فكرة النجم أحرز الكثير من لقب هدف للتضامن منصور تتنفس بشكل سريع أيضا التغطية الدفاعية عم تكون حاضرة من قاسم الزين النجم عم يتجه مع عبد الرزاق حسين محاولات النجم بيحاول يوصل بتمريرات قصيره انما هذه واحدة من التمريرات الطويله باتجاهه لاكرم مغربي اللي اصبح رصيده 11 هدف في صداره ترتيب الرصيد صعبه على هداف النجم بدي كره كافي هلا حيلعب كره طويله فضل يلعبها لعند ماهر صبره ماهر بعيد عند قاسم الزين قاسم واحدة من الكرات اللي ممكن تصنع الخطورة هي الكرات الطويلة التنويع محمد حمود قاسم الزين عم ينطلق خالد تكشي واحد اثنين الثالثة وين رح يلعبها لعند الحمود الكرة لداخل منطقة الجزاء هناك خطأ ما وصلت داخل منطقة الجزاء لأنه هناك خطأ وطبعا هناك هيدي انطلاقة صفوية هل السفر رح يقدر يعادل النتيجة لعند السريع زين طحان بتنقطع الكرة من أمامه لزين طحان تحيل النجم بذكر من الدقيقة 60 تماما صفا عم يلعب ب 10 لاعبين هذا مرور من قاسم الزين